اليوم إن شاء الله رانا راح نشوفه واحدة من أكبر مدن ملاهي في الجزائر، أو ربما أكبر مدينة ملاهي في الجزائر. أين العجلة؟ السلام عليكم خواتي ومرحبا بكم من قلب وسط لاند. اطار الناس تغينا عليها جماعة. بون جماعة دابا راه نلعبو الهوكي، نورمالمون يسموها الهوكي، شرينا زي هادي جامي. المهم صاحبي شوف نلعبو وناكلو وزوين المشكلة. مباراة مباشرة. ما قريك كنت مطيبة هي شوف هي بصح دار عليا سيسكا اي سيسكا انا نسيت واحد سيسكا سيسكا والله ليش عاكمل ما يبقى للبيت هاي ما عليك هذه سنيسة تاعنا كنا دايرين لكم كاع مباراة مباشرة جيت فيها خمس دقائق هذه سنيسة تاعنا اللي نلعبوا فيها منو يخرج الهواء باش يطلع البالو يطلع عشرة كل مكان ما يبغاني كتلكم هذه العكسة تاع حارة ولا نعرف نولي صورها لكم حطها في شوفوها وحدكم بون هذه باش تدخل تلعب بها قال لك بلي من متر 30 حتى متر 90 هذا تاع 360 درجة
صح راهم ظروف وش علينا راه حي لا نقدروا كوره يا ديريكت كاينه العجله عجله بصح ثاني هي راه خاويه مش عارف راني في وقت موش مليح وكاش قاشي بزاف الزهر يا جماعه راني شان موش مليح شوف كانت الدور جبت نصورها نديرها تاعي بلاصه باش تصور في الساعه حبس صاحبي ساشوف صافا وي عم ندوف فيها غير نجوي ها ندوف فيها غير نجوي في حاجه كبيره واه على بالي نعطيهم الطفل ايش تسوي قنبله وانت كنا ندورو مع لقينا هذه تلعب تربح كادو بصح قالك قنبله هيا جربوا جرب هيا راه انا جرب ديمي صح يا خويا قريب هاي شارجي شويه انا التالي يجب تحبه بونش ما احنا هي الماكله مش غاليه بزاف يعني سي كورني اكريم طروامي مش بحال سامي ولا ويمي ولا وتقدر ثاني تشري شوا كاسمين بيتزا 20,000 30,000 كابا 20 مليحة ماهيش بحال تاع سيكونت والله كيما كاين اللي يبيعو كريم 3,000 كاين يبيعو 9,000 10,000 يعني انت تعرف وين تروح شريت هذه ناكلها ورانا نعامة رانا اون تخان دو روكاردي لي زانيمو وي الخوص اللي في مال هذا مال قولك هذا مال هاي في عبد الحميد جماعة شوف قال لك خنزير فيتنامي هذا كان في فيتنام اعلاد كي جات زينك راه حياته حمار ثاني راه كان حياته الموت على الحمار يموت على التمرمد قال لهم دوني كاش فير ما نرفد لازم الذئب الرمادي راه وي خليني جاي ومن الناس سبع في العاده يعني نوريه لكم هم راكزين جماعه كنا نتمشوا كاين هذا البلاصه خاويه كنا ننقزوا شويه ما فيها حتى واحد ننقزوا شويه نروح ننقزوا
جماعة لعبنا في هذه تاع الجاذبية. أنا دخت ما طيش تهدر ما طيش تصفق يدك ما طيش تليك ما طيش تحركت وعند داسك شو الدور الدليل هذوك يخرج وري ما هذوك يخرج وعند داسك في الحيط ولا متصورهم غاسك وين متصورهم المهم تقعد لاصق في الحيط وهي راه الدور تهوت عليك ذيك الارض تهوت تولي فار بعدك تقرب تكمل تطلع شوف كشك ديخ مع صدرك ديخ وش قد ما تقعد لاصق في الحيط ساق ما تبوس ما طيق يا رجومتك ما طيقش تهدر ما طيقش تنفس ايه كل شيء يطلع وركبت معنا وحده ميغريه كي جينا خارجين انا كنت دايخ قالت لنا اوه سي بون سي بيان واش من سي بيان صاحبي المحكم ديك تاع الطور بوزنا راه تبان لنا نمشيو نلعبو فرسيه بوليك اول مره هاي فرسيه بوليك ها؟ صح 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 حتى كنت خارجة ثانية شارج الباور بانك هذيك هي بس نديرو بارتية ايوه